مش عاطيني صفات الكلب خالص يعني. طيب بالنسبه للمشاكل اللي هي كانت في الحساسيه اللي كانت في جسمه، لا مش هو ده اللي انا جايبه خالص. ربنا يبارك لك. انا جايبه تعب. حلو، عاجبك؟ جميل؟ فرحان. الكابتن البارع في اعلى المزارع هم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسيبته مسمع اخونا الكبير ابو نور، شرف بلدنا ومنه استفدنا ابو نور حبيب الجمهور. يلا ايه موت، يلا موت سات. سات لا يلا يلا لا خد يلا سام لا خد برافو شاطر كوفو شاطر برافو اضرب بالقماش على طول اضرب جامد شاطر برافو برافو شد معاه شد معاه شد 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 Yeah.
خلاص سيب لا يا ولد. خش كده. المس دماغه طبطب عليه كده طبطب طبطب كده ولا خش شد ودنه تجري تاني خش 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 طبطب كده طبطب كده عليه هاتوا سكة كده هاتوا سكة هاتوا سكة ايوه هاتوا سكة ايوه تاني هاتوا سكة ايوه هاتوا سكة هاتوا سكة طب 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 لا 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 شاتة جامدة شاتة جامدة ولا 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 فرحان فرحان ساكن بس ساكن بس ساكن بس ساكن بس
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الأستاذ محمد غازي محافظ اسكندرية. تمام. أحسن ناس يا باشا. ربنا يخليك. كوكو كندا؟ كندا كندا ربنا يخليك. أصغر متابعة ليك يا جماعة. ربنا يخلي حبيبة قلبي. حبيبة قلبي ربنا يخليك. إيه رأيك في كوفو؟ كلمها إيه؟ تعالي تعالي بس خليكي معايا هنا. إيه رأيك في كوفو؟ كلمها إيه؟ كوكو إيه رأيك في كوفو؟ حلو؟ حلو؟ طب تعالي بقى نشيلك. لا أنا هنشيلك أنا هنشيلك خالص. أنا هنشيلك. إيه رأيك في كوفو؟ حلو عاجبك؟ جميل وحشك بقاله كتير هنا صح؟ اه يا تقول كنت بتسال عليه؟ كوف وحشني اه على طول كنت بتسال عليه؟ ربنا يخليهم لك يا رب وتفرح. ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ محمد ايه رايك؟ لا ما شاء الله ده الكلب كان حاجه وبقى حاجه كان متدلع خالص. اه كان متدلع. انا كنت فايت في الامل قبل ما يجي دلع غريب جدا ولعبه والحساسيه. لا ما فيش حاجه ده شعره بالعكس تقل خالص. اه لا مش هو ده اللي انا جايبه خالص. ربنا يبارك لك. انا جايبه تعبان يعني. ربنا يبارك لك فيه. ربنا يبارك لك فيه. كوكو فرحانه بيه. هو بيحب العيال قوي اصلا. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك. خلاص ماشي. اول ما جبت الكلب والمشاكل اللي كانت عنده كنت متوقع ان المشاكل دي تخلص؟ لا انا الصراحه يعني قلت انا ممكن اديه لاي حد واجيب حاجه تاني. اه يعني تغير. اه غير. لقيت الكلب تعبان على طول. تمام. صحيا ومتدلع يعني مش كلب مش عاطيني صفات الكلب خالص يعني. طيب بالنسبه للمشاكل اللي هي كانت في الحساسيه اللي كانت في جسمه ان كان الشعر رايح من جسمه. اه حاولت ان انت تعالجها قبل كده؟ اه ياما ياما مفيش فايده. لقيتها بتزيد يعني كان نص جسمه اللي ورا ده خالص برجليه ولقيتها بتزيد. نزلت لك انا حلقه وقلت لك في حلقه الكلب خف من الحساسيه بالظبط. خدت بالك منها؟ اه فيديوهاتي كمان بينت شعره ما شاء الله تقل كمان. عجبك يعني لما كان في الشراسه معانا في التحدي بتاع الكلاب؟ اه كنت متابع. كنت شايفك كنت تديلي كومنت انت تحت الحلقه كده. اه لا كنت بدعي لك والله. ربنا يبارك لك يا رب. ما شاء الله لقيت مبسوط منه. اه لا انا الثقه زادت طبعا طبعا. يا كابتن انا جاي على سمعتك. ربنا يخليك لينا وتحياتي لكل محافظه اسكندريه. ربنا يخليك. وتحياتي لحضرتك وشكرا لثقه حضرتك وربنا يا رب يخليهم لك. ربنا خلاص كوفو بقى معاكم وهو بقى انتوا حرين فيه بقى. خلاص كده خلاص فهمت النظام اللي احنا قلنا عليه اللي انت قلت لي عليه انفذه. في اي استفسار تساله لنا اي حاجه حابب تعرفها اي حاجه يا كابتن حبيب قلبي. جسمه حلو عن الاول. اه ما شاء الله ده تمام. ربنا يبارك لك يا رب. بس عايزين نخف اللعب. لا ما فيش. وده اهم شيء. لا 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 وده اهم شيء. هو ده اللي كان مبوظ. ربنا يبارك لك فيه يا رب. تحياتي ليكم وتحياتي لكل محافظه اسكندريه وتحياتي لكل جمهورنا اللي منورنا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل الناس الجميله. احلى مسا عليكم واحلى مسا على الاستاذ محمد نورنا النهارده وربنا يبارك له في كوفو يا رب. والحمد لله ان حصل تغيير جميل كده وطبعا الحساسيه اختفت والطاعه والحراسه الكلب فيه تغيير جميل بنسبه 100% طبعا. وشكرا كمان لثقه صاحبه لان صاحبه هو اللي يقيم مش احنا اللي نقيم الشغل. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ربنا يبارك لك فيه يا رب. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عاطيني صفات الكلب خالص يعني. طيب بالنسبه للمشاكل اللي هي كانت في الحساسيه اللي كانت في جسمه. اه لا لا مش هو ده اللي انا جايبه خالص. ربنا يبارك لك فيه يا رب. حلو عاجبك؟ جميل؟ فرحان